وزارة الداخلية أعلنت البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا أمس السبت حتى يوم الأحد 8 مارس المقبل بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال المواقع الإلكترونية اللي الإدارة العامة للشؤون والإدارة على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت. كمان الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي قررت فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج لأداء فريضة اعتبارا من النهاردة الأحد حتى 10 مارس المقبل وفقا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام. كل سنة وكل مشاهدينا بخير وبالتوفيق يا رب لكل الناس اللي هتقدم في القرعة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور مقدما بإذن الله. إن شاء الله ربنا يكتبها لنا إن شاء الله ويكتبها للسادة المشاهدين والمحبين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرم. إن شاء الله ربنا يكتبها لنا كلنا جميعا بإذن الله. يا رب اللهم.